بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدئ المحاضرة الأولى لمادة الميكانيك الهندسي للمستوى الأول الفصل الثاني بالميكانيك الهندسي لهذا الفصل أو لهذا المقرر متكون من 6 فصول متمثلة بالآتي: الأول الفصل الأول هو البيسك كونسبتس، والفصل الثاني يعني chapter 2 راح يكون هو عبارة عن resultant، والفصل الثالث أو chapter 3 راح يكون equilibrium، chapter 4 راح يكون friction، و chapter 5 راح يكون centroid، و chapter 6 راح يكون moment of inertia. بالنسبة لمحاضرة اليوم هي الجزء الأول من chapter 1، أو أي بمعنى آخر أنه هذا الفصل هذا chapter متكون من محاضرتين. من نقول البيسك كونسبتس يعني نقصد بها المفاهيم الأساسية اللي راح نحتاجها بمادة الميكانيك الهندسي، وهذا الشابتر يرتكز على 3 أشياء أساسية: أولا هي الفورس القوة، وثانيا هو المومنت اللي هو عزم القوة، والثالث هو الكابلز المزدوجات. فراح ناخذ تعاريف من خلالها راح تفيدنا في الفصول الأخرى. نبتدئ بالإنترودكشن المقدمة لهذا الموضوع، والمقدمة تبدأ بتعريف للميكانيك. شنو هو الميكانيك؟ فالميكانيك is mechanics is that branch of physical science، يعني أحد فروع علم الفيزياء، which considers the motion of body with rest being considered a special case of motion. قلنا بما أن الميكانيك يعتمد بشكل أساسي على الفورس، فنحتاج أن نعرف الفورس اللي هي مرة علينا طبعاً من خلال دراستنا بالإعدادية أو المتوسطة. الفورس may be defined as the action of one body on another body. تأثير القوة تعرف على أنها تأثير جسم على جسم آخر، وهذا التأثير would change or tend to change the motion of the body acted on. وهذا التأثير والذي يغير من حركة الجسم المؤثر عليه القوة، would change or tend يغير أو يحاول أن يغير من حركة الجسم المؤثر عليه القوة. طبعا التعريف اللي مر علينا سابقا يقول الذي يغير من شكل الجسم أو حالته الحركية. شكل الجسم هنا احنا راح نجي له، احنا ما نتعامل بالميكانيك إلا مع الأجسام غير القابلة للتشوه، وبالتالي اللي يهمنا بالميكانيك هو فقط يعني القوة اللي يعني اللي هو التأثير الخارجي للقوة اللي تحاول أن تغير التي تغير أو تحاول أن تغير من حركة الجسم، يعني اللي هي الموشن أوف ذا بدي أكتد. هسه بما احنا نتعامل بالميكانيك مع التأثير الخارجي للقوة، فهذا التأثير إذا the external effect تأثير قوة of a force on a body ممكن يكون التأثير يحقق شيئين. يعني إذا أخذنا بالشكل اللي أمامنا اللي راح نشوفه، هذا الشكل اللي يمثل هذا الشكل بدي جسم مؤثر عليه مسلط عليه قوة اللي هي P، لكن هذا البدي مستند على مساند، ها هي مساند اللي تتحيط من هذا الجانب. إذا افترضنا أنه الجسم رجل بدي يعني غير قابل للتشوه، إذا سلطنا عليه قوة تحت وضعية هذا الإسناد ما راح يتحرك. بسبب شنو ما راح يتحرك؟ فإذا النقطة الأولى development of resisting force، يعني ما يتحرك جسم لوجود قوى مقاومة ما تسمح لجسم أن يتحرك. نسمي هاي القوى المقاومة نسميها reactions اللي هي متمثلة بالR اللي هو رد فعل هذا المسند، وممكن أن تكون قوى الاحتكاك ما بين الجسم والسطح المستند عليه أيضا وحدة من المقاومات اللي تمنع حركة الجسم. فإذا الخطوة الأولى نتيجة تسليط قوة على جسم ممكن تتولد قوة نسميها reaction تمنع حركة الجسم. هاي المرحلة اللي ما يتحرك بها الجسم نسميها equilibrium، مرحلة الاتزان، مرحلة الاتزان. الحالة الثانية ممكن لما نسلط قوة على جسم يتحرك نسميها acceleration of the body، بس يتحرك بمن؟ بتعجيل. فإذا افترضنا أنه هذا الجسم اللي هو رجد مستند على هذا السطح وهذا السطح سموث، من نقول سموث يعني ماكو قوة احتكاك، فمن نسلط قوة على هذا الجسم إيش راح يصير بالجسم؟ راح يتحرك، فإذا
هاي من هي القوة اللي سببت الحركة؟ هي هاي القوة اللي هي عبارة عن الكتلة في التعجيل. لما أكو تعجيل إذا يعني هاي المرحلة لما أكو تعجيل نسميها مرحلة لا تمثل الاتزان، لأنه مرات يتحرك الجسم بس بتعجيل صفر يعني بسرعة ثابتة، أيضا هي جزء من مرحلة الاتزان. فإذا إذا تحرك الجسم بتعجيل هاي المرحلة نسميها لا تمثل الاتزان. إذا ذكرنا قبل شوية قلنا الميكانيك يتعامل مع الريجيد بودي، هي ريجيد بوديز. يعني شو نقصد بالريجيد بوديز؟ إنه كل جسم متكون من مجموعة من الجزيئات، وهاي الجزيئات بيناتهم مسافات اللي هي distance pieces، مسافات بينية. إذا سلطنا قوة على جسم وبقت هاي المسافات كما هي قبل وبعد تسليط القوة، يعني معناه جسم ما راح يتشوه. إذا هذا جسم نسميه ريجيد بودي. إذا ريجيد بودي تعريفه أو ريجيد بوديز تعريفه the bodies on which all particles remain at fixed distances from each other. بعد تسليط القوة تبقى المسافات كما هي، يعني ما راح يتشوه الجسم. نحتاج من ضمن الأشياء اللي نحتاجها أيضا، دائما راح يمر علينا مصطلح نسميه force system، نظام القوى. ونقصد بنظام القوى is a number of forces acting in a given situation، يعني هي مجموعة القوى المسلطة على الجسم بمكانات محددة على الجسم. وهاي مجموعة القوى المسلطة can be classified، يعني ممكن تصنيفه، can be classified according to the arrangement of the lines of action of the forces of the system. طبعا نقول قوة يعني معناه سهم، مثل هذا الشكل سهم، يعني سهم هذا وسهم القوة. فإذا كل واحدة لها خط تأثير نسميه line of action. فإذا نقصد بنظام القوى هي مجموعة القوى المسلطة على الجسم. وطبعا هاي راح نصنفها، نظام القوى راح يصنف إلى مجموعة على الضوء، على ضوء تأثير خطوط القوى على الجسم. فممكن نصنف نظام القوى الفورسز المسلطة اللي قلنا عليه نظام القوى، ممكن نصنفها على أساس إنه كوبلينر أور نون كوبلينر. نقصد بالكوبلينر القوى تعمل في مستوي أو تعمل في عدة مستويات. يعني من نقصد بالمستوي، إذا افترضنا أخذنا بوكس صندوق، كل وجهين متشابهة في الصندوق تمثل مستوي، كل وجهين متوازية تمثل مستوي. فإذا افترضنا الإحداثيات اللي يتألف من X و Y و Z، فممكن يكون أكو مستوي XY، وممكن يكون أكو مستوي XZ، ممكن يكون مستوي يسميه YZ. فإذا القوى إذا تعمل في واحد كلها في مستوي واحد نسميها كوبلينر، بس إذا قوى تعمل في مستويات مختلفة نسميها نون كوبلينر. نظام القوى الآخر نسميه concurrent or non-concurrent، يعني إذا القوى تلتقي كلها بنقطة واحدة نسميها concurrent، إذا خطوط تأثيرها ما تلتقي بنقطة واحدة على الجسم، بنقاط مختلفة نسميها non-concurrent. وممكن يكون نظام القوى parallel أو غير parallel، يعني هل القوى المسلطة على الجسم كلها متوازية نسميها parallel، أما خطوط تأثيرها غير متشابهة غير متوازية نسميها non-parallel. وممكن تكون القوى كولينير أور نون كولينير، يعني نظام القوى كل خطوط القوى تعمل على نفس خط التأثير، يعني على نفس خط القوة لو على خطوط مختلفة. إذا على نفس خط القوة بغض النظر عن اتجاهاته، مو على نفس خط القوة نسميها كولينير، أما إذا على خطوط مختلفة نسميها نون كولينير. نظام القوى المسلط على الجسم ممكن من خلاله نوصل إلى ما يسمى بالريزلتنت. The resultant of the force، محصلة نظام القوى اللي هو resultant of the force system is the simplest force system، هو أبسط نظام قوى which can replace the original system without changing its external effect on a rigid body. يعني نقصد بمحصلة نظام القوى هي أبسط نظام قوى ممكن استبداله محل نظام القوى السابق الأصلي، بشرط أن يبقى التأثير الخارجي على الجسم كما هو. لما تكون when the force system acting on a body، لما يكون محصلة نظام القوى أو نظام القوى المسلط على الجسم has a resultant، إذا محصلة نظام القوى بالنتيجة للقوى المسلط على الجسم محصلتهم تساوي صفر، معناه the body is in equilibrium، الجسم في حالة اتزان، and the problem is one of statics. فإذا وتصبح المسألة هي واحدة من مسائل الاستاتكس. لذلك الميكانيك أو الانجينيرينج ميكانيكس يقسم إلى قسمين،
statics and dynamics. فاحنا راح ناخذ بهذا الكورس او بهذا المقرر راح ناخذ statics، وان شاء الله من تروحون للمستوى الثاني في الفصل الاول راح ناخذ الدايناميك. فاذا نقصد ب نقول يعني نقصد ب محصلة نظام القوى تساوي صفر. فاذا افترضنا اف هي محصلة نظام القوى اللي جاية من الام في الاي، هي طبعا الاف راح تكون صفر لانه المحصلة صفر. فاذا هو المنطق يقول مو الماس هي صفر، هو التعجيل اللي هو صفر. اما هو ان ذا ريزلتنت از ديفرنت، اما اذا محصلة نظام القوى المسلطة على الجسم لا تساوي صفر، زين بهيجي حالة المسألة راح تكون هي از وان اوف داينامكس، راح تكون هي عبارة عن مسألة من مسائل الداينامكس، وبالتالي احنا نعرف F تساوي M في الA، وهنا بهذا محصلة نظام القوى راح تكون لا تساوي صفر، إذا التعجيل لا يساوي صفر، فإذا بالدايناميك راح تكون عندنا قيمة للتعجيل. فقرة 2 من هذا الفصل هو السكيلر اند فيكتور كوانتيتيز، الكميات القياسية والكميات المتجهة. شنو نقصد بالسكيلر كوانتيتي؟ نقصد بالسكيلر كوانتيتي هي الكميات is one which has only a magnitude، اللي هي تمتلك فقط مقدار. من الأمثلة عليها اللي هي الماس، فوليوم، تايم، أي شكو كميات نقدر نفتهمها بذكر المقدار دون الحاجة إلى الاتجاه نسميها scalar quantity. أما الأخرى الكميات المتجهة نسميها vector quantity. والvector quantity is one which involves اللي هي تتضمن أو ما تنفهم إلا بذكر المقدار والاتجاه. involves both magnitude and direction، يعني لها مقدار ولها اتجاه. So it can be represented، يعني عادة نمثلها، يعني حتى نمثل الاتجاه لازم يكون عندنا segment، يعني directed line، أكو خط قطعة لاين مستقيم. And that conforms to the parallelogram law of addition، اللي هي خاضعة لقانون متوازي الأضلاع. ومن الأمثلة عليها هي الفورس، مثال على الفكتور كوانتيتي، والفيلوسيتي اللي هي السرعة، الأكسلريشن are examples of vector quantity. يعني الفورس ما نقدر نفتهمها إلا يذكر لنا المقدار والاتجاه ونقطة التأثير. السرعة لازم يقول لنا متجهة مثلا، هل قد قيمتها متجهة باتجاه الشمال الجنوب إلى آخره، وهكذا بالنسبة للأكسلريشن. فإذا أكو أشياء اللي ما نفتهمها إلا بذكر المقدار والاتجاه نسميها vector quantity. هسه بالvector quantities أيضا تقسم إلى قسمين، واحدة نسميها القسم الأول نسميه free vector، والقسم الثاني نسميه localized vector. free vector يعني المتجه الحر، localized المتجه المتمركز في نقطة معينة. فالfree vector has specified slope and sense، يعني لها اتجاه، والسينس يعني نقصد به سهم، but does not act through a particular point. free vector يعني هو الفكتور اللي نقدر نحركه ضمن المستوي بحيث يبقى تأثير الخارجي ما يتغير، هذا نسميه فري فكتور، يبقى التأثير الخارجي كما هو. من الأمثلة على الفري فكتور هي الفيلوسيتي اوف ويند اللي هي سرعة الرياح، and the moment of a couple واللي هو عزم المزدوج اللي راح نمر لآخر هذا الفصل. هذولي يعني المومنت ايضا هو عباره عن فري فيكتور، وين ما نحركه راح يعطينا يعني بنفس المستوي راح يعطينا نفس التاثير، وهكذا بالنسبه للسرعة. اما اللوكلايز فيكتور اللي هو الفيكتور المتجه المتمركز، هاز ا ديفينيت لاين، الى يعني خط محدد اوف اكشن، اللي هو نقصد باللاين اوف اكشن يعني مثلا هاي القوه، هذا هو خط هذا اللاين اوف اكشن، هذا هو السهم نسميه لاين اوف اكشن. Act through a particular point، وشوف هنا يعمل بنقطة محددة على الجسم. For example the force P، يعني إذا سمينا هذول القوى اللي مؤثرة حاليا بهذا الخط، إذا سميناهم P for example the force P on the beam اللي هو هذا الشكل اللي قدامنا نسميه beam مستند عليه، on the beam shown in the figure and momentum الزخم أيضا ممكن مثال عليه شحال. فإذا أخذنا المثال هاي القوة، القوة هي عبارة عن localized vector. شوف هنا أنا مثلا لهذا الشكل اللي امامنا، لو اخذنا القوه اللي تمثل لنا سي، فتاثيرها على ردود الافعال لانها بالمنتصف راح يكون كره فعل ياخذ نفس القيمه نص البي، بينما لو خليناها بنقطه الدي هي هاي نفس القوه، لو جبناها خليناها بهذا المكان راح يكون تاثيرها بالمسند اي اكثر من تاثيرها بالمسند بي، يعني وبالتالي اذا حتى نبين تاثيرها لازم تكون لازم نخليها بنقطه محدده، لذلك نسميها localized. بينما لو عندنا مومنت اذا خليناه هنا اذا خليناه هنا
اذا خلينا هنا بالنتيجه راح يكون تاثير على المساند كما هو لا يختلف، لذلك نسميه 3 فاكتور. هذا فيما يخص الموضوع الثالث. اما الموضوع الثالث وهو الاساسي من مواضيعنا الاساسيه هي الفورسز، القوى. احنا قبل شوي عرفنا الفورسز، لكن القوى لها خصائص. مثل ما قلنا قبل شويه قلنا الفورس هو عباره عن لوكالايز فيكتور، متجه ما نقدر نفهمه الا بذكر مقدار واتجاه. هو له ثلاث خصائص which describes، هاي الخصائص هي وصف للاكسترنال افكت، للتاثير الخارجي على الجسم. فاذا شنو هي الخصائص؟ اولا يجب ان يكون للقوه مقدار، its magnitude، يجب ان تمتلك مقدار. اثنين يجب ان تمتلك اتجاه، ونقصد بالاتجاه نقصد بي سينس اند سلو، يعني يجب ان يكون لها زاويه ميل، نعرف ايش قد زاويه الميل. والسينس نقصد بي سهم، اكو فرق بين ان يكون اتجاه بالاتجاه السهم او بالاتجاه الاخر. فاذا بالنتيجه، والفقره الثالثه اللي هي the location of any point on its line of action، يجب ان يكون لها نقطه تاثير. فمثلا اذا اخذنا هذا الشكل اللي امامنا، هذا نسميه اكس واي، نسميه المستوي، وعندنا قوة قيمتها 10 نيوتن، هاي القوة قيمتها 10 نيوتن مؤثرة في هذا المستوي، فإذا هاي القوة نسميها كوبلينر لأنها تعمل بالمستوي اكس واي، وبالتالي لها اف تساوي 10، هذا نقصد به الماجنتيود. فإذا هذا الابسوليوت مال اف اللي هو الرقم اللي هو 10 نيوتن نسميه الماجنتيود. أما هاي القوة تشكل مع الأفق زاوية مقدارها ثيتا، هذا نسميه سلوب، هذا نسميه سلوب اللي يشكل زاوية مقدارها ثيتا مع الاكس اكسس. اما طبعا احنا نحتاج مو فقط السلوب، نحتاج قلنا ايضا السينس، فنقصد بالسينس السهم، اكو فرق بين ان يكون اتجاهها بهذا الشكل او اتجاهها بهذا الشكل، فالسينس ايضا مطلوب ان نحدده، سينس اند سلوب. والشغله الاخرى قلنا لازم يكون لها نقطة محددة، نقطة تأثير، ها هي الاو، هي البوينت اوف ابلكيشن، بوينت اوف ابلكيشن، نقطة التأثير. فإذا من خصائص القوة لازم يكون لها مقدار، لازم يكون لها اتجاه متمثل بالسلوب والسينس، ولازم يكون لها نقطة تأثير. طبعا القوة السلوب مو شرط أن يكون بزاوية الميل، يعني هذا مثل ما قلنا أنا زاوية الميل، ممكن يعطينا القوة بمثلث الميل، لها ميل كنسبة 3 إلى 4، يعني 3 باتجاه الواي و4 باتجاه الاكس، يعني من هذا نقدر نحسب الزاوية. وممكن يعطينا القوة بأسلوب الإحداثيات، يقول مرة من نقطة أي على سبيل الفرض لها إحداثيات 2 × 2 إلى نقطة بي اللي هو هنا موجودة اللي على سبيل الفرض لها إحداثيات 6 × 5. فإذا نريد نعرف إيش قد تحركت باتجاه الأكس، نقول تحركت من 2 إلى 6، يعني تحركت 4 باتجاه الأكس، وتحركت من 2 إلى 5، يعني تحركت 3 باتجاه الواي. أيضا من عندها نستنتج مثلث الميل، وايضا نحسب زاويه الميل، وعلى اثرها راح نعرف. اذا ممكن يعطينا مرات هاي القوه موجوده بورقه مربعات، فراح نعرف من خلال حركتها ايش قد متحركه باتجاه الاكس كم مربع، وايش قد متحركه بالاتجاه الواي، راح نقدر نحدد زاويه الميل او مثلث الميل، وعلى اثرها نقدر نعرف اتجاه. اكو شيء يسموه principle of transmissibility، مبدا انتقال القوة، مبدأ انتقال القوة. فإذا أخذنا the external effect of a force، احنا قلنا القوة لها ثلاث خصائص، مقدار واتجاه ونقطة تأثير، إلا بحالة واحدة على طول خط تأثير القوة نقدر، اللي هو هذا principle of transmissibility، the external effect of a force on a rigid body is independent of the point of application. شوف هنا ما تعتمد، هذا المبدأ ما يعتمد على نقطة التأثير of the force along its line of action. فإذا القوة P اللي حاليا مسلطة على هاي الكرة، إذا القوة P قوة دفع، ممكن نحولها من هذا المكان إلى مكان آخر نسميه إلى قوة سحب، مكان من قوة دفع تتحول إلى قوة سحب، بشرط أن تبقى على نفس خط التأثير وتمتلك نفس الميل. يعني شوف الميل هنا هو نفس الميل هنا، وعلى نفس خط التأثير لازم تكون، يعني ممكن ننقلها من هذا المكان نوديها لهذا المكان ويبقى تأثيرها الخارجي كما هو. وبهيج حالة راح نضرب الهدف الثالث اللي هو قلنا البوينت اوف ابلكيشن. الفقره الرابعه راح تجينا هي الكومبوزيشن اند ريزوليوشن اوف فورسز، اللي هو تجميع او تحليل القوى، تجميع او تحليل القوى، تكوين او تجميع. نقصد بالكومبوزيشن
is the process of replacing a force system by its resultant. يعني عملية استبدال نظام القوى بمحصلتين نسميه composition. فإذا عندنا مجموعة قوى نريد نرجعهم إلى المحصلة هاي نسميها العملية composition، عملية تجميع، عملية تجميع. مثال عليها، يعني مثال إنه هذا الشكل اللي أمامنا، اللي هي هذا الشكل اللي أمامنا. لو افترضنا عندنا مركبتين، واحدة O Q، واحدة اللي هي Q و P. Q و P ذولا قوتين مركبتين ملتقية وين؟ بالأوريجن. شلون نقدر نسوي لهم كومبوزيشن؟ شلون نقدر نكونهم؟ حتى نكونهم طبعا راح نستبدلهم بالقوة اللي هي R. راح نستبدل بما أن قوتين ملتقية بنقطة واحدة، فأيضا المحصلة يجب أن تلتقي بنفس النقطة. ما دام هم قوتين مارة بنفس النقطة، إذا محصلتهم لازم تلتقي بنفس النقطة. حتى نلقى محصلة دول القوتين علينا أن نكمل رسم متوازي الأضلاع، رسم متوازي الأضلاع، يعني نرسم لـ P موازي إليه ونرسم لـ Q موازي إليه، وبالتالي محصلة دول الاثنين هي عبارة عن القوة المارة من نقطة الالتقاء، يعني القطر اللي متوازي الأضلاع من نقطة الالتقاء إلى الركن اللي قابلها، هاي صارت محصلة دول المركبتين. شلون نجيب؟ احنا قلنا قبل شوية حتى نجيب القوة لازم يكون لها مقدار واتجاه ونقطة تأثير. فإذا إذا نقطة التأثير هي نفسها نقطة الالتقاء مال المركبات باعتبار أن ذول هي concurrent، ذول القوتين هم concurrent، P و Q قوى ملتقية بنقطة واحدة. فإذا أردنا نجيب المحصلة لازم تكون مارة بنفس النقطة، فصار نقطة التأثير معلومة. وش باقي لنا؟ باقي لنا المقدار والاتجاه. حتى نجيب المقدار علينا نطبق قانون نسميه قانون الكوساين من قانون متوازي الأضلاع، من قانون متوازي الأضلاع. ونقصد بقانون الكوساين اللي هو لو اختصرنا، لو صار هذا المثلث قائم الزاوية لصار القانون حسب نظرية فيثاغورس. فإذا بالنتيجة من خصائص متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلة متساوية في المقدار. فإذا إذا هاي كيو يعني نفس هاي كيو، فإذا تعاملنا مع هذا المثلث اللي يشكل عندنا هنا نحتاج إلى زاوية. فإذا إذا أريد نوصل إلى قيمة الـ R هو عبارة عن مربع P، P سكوير زائد Q سكوير مربع P زائد مربع Q ناقصا 2 في P في Q في كوساين ثيتا. يا ثيتا، ثيتا نقصد بها الزاوية المقابلة لـ R، الزاوية المقابلة. تعرفون متوازي الأضلاع خصائصه كل زاوية متقابلة متساوية، يعني هاي هي نفسها، هاي كل زاوية متقابلة في متوازي الأضلاع متساوية. فإذا نقصد بالثيتا هي الزاوية المقابلة لآر، يعني هاي مو ألفا ولا هاي الزاوية اللي هنا، لا المقابلة مو الملتقية، المقابلة لآر مرفوعة كلها يا أما تحت الجذر يا أما كلها مرفوعة للقوة نص، يعني أس نص. هذا ودانا علما ودانا إلى المقدار، صار عندنا مقدار واتجاه. زين احنا نحتاج زاوية الميل. هسه السينس عرفناش باقينا، هذا هو السينس باقينا منه، باقينا السلوب اللي هي الزاوية ألفا. منين نجيب الزاوية ألفا؟ تطبيقا لقانون ثاني نسميه قانون الساين، اللي هو قانون الساين. وقانون الساين يقول القوة على ساين الزاوية المقابلة لها تساوي القوة الثانية على ساين الزاوية المقابلة. فإذا تعاملنا بهذا المثلث القوة R من تقابل هاي الزاوية؟ تقابلها هاي الزاوية. فإذا R على ساين ثيتا أو ساين ثيتا على R ما يفرق بالنتيجة، R على ساين ثيتا أو ساين ثيتا على R يساوي P على الزاوية المقابلة لها من تقابل او تساوي كيو على ساين الزاويه. لا هاي قلنا كل ضلعين متقابله متساويه، فهاي نفسها يمثل كيو، من تقابل كيو هي الفا على ساين الفا. اذا هاي ثيتا عرفناها والفا عرفناها مجموع زوايا المثلث هي 180، اذا نعرف ثيتا نعرف الفا نقدر نطلع هاي الزاويه اللي نفترض نسويها نسمي هاي الزاويه بيتا. فاذا اردنا نكمل القانون ممكن نقول ايضا بي على ساين اللي هاي الزاويه اللي هنا نسميها بيتا، وقلنا بيتا اذا ثيتا والفا معروفه بيتا نقدر نجيبها من مجموع زوايا المثلث تساوي 180، ف 180 ناقصا ثيتا ناقصا الفا تطلع لنا قيمة الزاوية اللي بهذا المكان اللي نسميها الفا. هذا فيما يخص الكومبوزيشن. أما الريسوليوشن اللي هي إعادة تحليل، إعادة تحليل، يعني شنو عندنا إعادة تحليل؟ عندنا مثلا هاي القوة R معلومة ومركباتها P و Q ما معلومة ويريدها من عندنا. فصارت عملية resolution is the process of replacing a force by its components، يعني عملية استبدال القوة بمركباتها، عملية استبدال القوة بمركباتها، بدل القوة نخلي المركبات، نريد نعرف المركبات، هاي نسميها resolution.
هاي العمليه نسميها ريزوليوشن. طبعا بالريزوليوشن اكو اسلوبين، ممكن نحلل القوه الى مركبات متعامده يعني الزاويه بين المركبات 90 درجه، وممكن نحلل القوه الى مركبات غير متعامده. نقصد غير متعامده يا اما الزاويه بين المركبات اقل من 90 او الزاويه بين المركبات اكبر من 90. خلي نجي واحد واحد من دول. هسه ناخذ لما نحلل القوه الى مركبات متعامده. طبعا وهذا الشائع اللي راح نشوفه بدراستنا، اغلب التحليل هو تحليل متعامد. For most purposes rectangular اللي هو نقصد به ماشي perpendicular نقصد به التحليل المتعامد، مركبات متعامده of a force are more useful اللي هو اكثر شيء نستفاد. احنا قبل شوي قلنا ممكن تكون هاي ورقه مربعات، ورقه بيانيه، ممكن تكون القوه ضمن ورقه المربعات. فلنفترض عندنا القوه F اللي يمارنا من نقطة الـ O إلى نقطة الـ C. مطلوب من عندنا أن نحللها إلى مركباتها المتعامدة. أول شيء لازم نعرفه اتجاه القوة يشير إلى يا ربع. هل اتجاه القوة يشير إلى الربع الأول أم الربع الثاني أم الربع الثالث أم الربع الرابع؟ حالياً القوة تشير إلى الربع الأول، بينما لو القوة متحركة بالاتجاه تشير إلى الربع الثاني، لو القوة متحركة بالاتجاه تشير إلى الربع الثالث، لو القوة متحركة بالاتجاه تشير إلى الربع الرابع. فإذا حاليا القوة اللي أمامنا تشير إلى الربع الأول، إذا تحلل إلى مركبتين متعامدة، واحدة تعمل بالاتجاه الأفقي بهالشكل، واحدة تعمل بالاتجاه العمودي. التحليل يجب أن يتم من نقطة واقعة على خط تأثير القوة، يعني ممكن نحلل هنا، 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 بالنتيجة تعطينا نفس قيم المركبات. على طول خط تأثير القوة، هذا مبدأ transmissibility، على طول خط تأثير القوة تعطينا نفس قيم المركبات مقدارا واتجاها. يعني قيمة المركبة اللي راح نحصلها او اي بهذا المكان او هي نفس قيمة المركبة لو اخذناها بهالاتجاه، ونفس قيمة المركبة واي لو اخذناها بهالاتجاه. فإذا على طول خط تأثير القوة يعطينا نفس المركبات. هسه مطلوب من عندنا نحلل هاي القوة اللي تعمل بالمستوي اكس واي، إذا راح تحلل إلى مركبتين، واحدة باتجاه الاكس، واحدة باتجاه الواي. قلنا كل قوة في الربع الأول يعني تعطينا اكس موجبة وتعطينا واي موجبة. شلون نوصل إلى الاف اكس؟ اف اكس يعني معناه او اي، لأن إذا أردنا نتحرك من اتجاه الاكس نتحرك من الاو إلى الاي، إذا أردنا نتحرك من اتجاه الواي نتحرك من الاو إلى البي. فإذا اف اكس هو عبارة عن او اي. إذا رجعنا للمثلثات، إذا هاي الزاوية ثيتا معلومة، إذا الزاوية ثيتا معلومة صار إذا اعتبرنا F هو الوتر واعتبرنا هذا الضلع المجاور تطبيقا لقانون الكوساين، فإذا معناه شو راح تاخذ هاي؟ يعني هاي شو تمثل لنا؟ إذا بالنتيجة راح يكون هو عبارة عن عبارة عن شنو؟ حتى نوصل إذا هاي القوة اللي هي OP راح نطبق قانون ساين، قانون ساين شو يساوي لنا؟ قانون الكوساين شو يساوي لنا؟ المجاور اللي هو OA على الوتر اللي هو فإذا كوساين، إذا بالنتيجة او اي هو عباره عن اف في كوساين ثيتا. كوساين ثيتا، كوساين ثيتا منين نجيبه؟ ها كم مربع متحرك هنا؟ واحد اثنين ثلاثه اربع مربعات، وبالاتجاه الافقي ثلاث مربعات. اذا صار ميل القوه اللي حكينا عليه قبل شويه كنسبه ثلاثه عمودي الى اربع افقي، ثلاثه عمودي الى اربع افقي. يعني لما الزاويه معروف العمودي مالتها والافقي مالتها نقدر نحسب الكوساين. طبعا اذا 3 ب 4 معناه الوتر راح يكون 5، معناته لا حسب نظريه فيثاغورس 3 تربيع زائد 4 تربيع تحت الجذر راح يعطينا الوتر هنا 5. اذا اردنا نوصل كوساين ثيتا فمعناه المجاور اللي هو 4 على الوتر اللي هو 5 في اف راح يعطينا 0.8. احنا قلنا قبل شويه لازم يكون القوه لها مقدار، فصار 0.8 اف هو المقدار. وين اتجاهها؟ تو ذا رايت، باتجاه اليمين. يعني ممكن نطيل سهم باتجاه اليمين او نكتب تو ذا رايت، واحنا لازم يكون مقدار واتجاه ونقطة تأثير. نقطة التأثير هي الأو، يعني وين حللنا؟ حللنا عند النقطة أو، فلازم نقول وين نحلل. أما إذا أردنا اف واي، فالاف واي هي تمثل الأو بي، إن كل ضلعين في في المستطيل أو متوازي الأضلاع متقابل، يعني هذا الأو بي هو نفس هذا الأو بي هنا، يعني معناه بالمكان، يعني معناه هذا راح يكون مقابل لزاوية ثيتا، فإذا راح نطبق قانون الساين. ساين ثيتا شو يساوي لنا؟ أو بي مقسوم على اليمين على الاف، وبالتالي اذا ردنا اف واي ايش راح يصير عندنا؟ هي عباره عن اف في ساين ثيتا.
ساين ثيتا، ساين ثيتا شو يساوي؟ المقابل على الوتر، المقابل ثلاث مربعات على الوتر اللي هو 5، فصار 3 على 5 في اف يعطينا 0.6 اف يمثل المقدار. وليش قلنا ابورد؟ لان بالربع الاول واي يكون باتجاه الاعلى، وين حللنا؟ حللنا عند النقطه، فصار مقدار واتجاه ونقطه تاثير. هذا فيما يخص التحليل المتعامد. اما بالتحليل غير المتعامد، قلنا شلون نعرف التحليل المتعامد؟ لما الزاويه بين المركبات 90. شلون نعرف التحليل غير المتعامد؟ لما الزاويه بين المركبات يا اما اقل من 90 او اكثر من 90. فبالريسولفينج اوف فورس الونج نون ريكتانجولار كومبوننتس عندنا ثلاث طرق، وحده نعرفها بس ما نستخدمها بالميكانيك الهندسي، وراح نجي للاسباب. الاولى هي طريقه الرسم. شنو طريقه الرسم؟ طريقه الرسم يعني جرافيكلي، طبعا راح نرسم اللاين مال القوه. لنفترض هاي القوه الاف اللي موجوده قدامنا بالرسم هي مقدارها 100 نيوتن، فلازم نستخدم مقياس رسم معين. فلازم نستخدم المنقلة والمسطرة ونرسم تسكيل بمقياس رسم مناسب مع المحافظة على الزاوية. فإذا افترضنا عندنا F وعندها زاوية معينة ألفا، لازم نرسمها مع الأفق بزاوية مقدارها ألفا، ونجي نختار سكيل. إذا هي قيمتها على سبيل الفرض 100 نيوتن، راح نقول كل 10 نيوتن تعني 1 سنتيم، وبالتالي نرسم لاين طوله 10 سنتيم، لأن إذا 100 تقسيم 10 10 سنتيم يميل بزاوية مقدارها ألفا، فصار طوله 10 سنتيم. وبعدين شو نسوي؟ نرسم اللاين او اي لا بزاويته، ونرسم اللاين او بي بزاويته من نقطه الالتقاء، وبعدين نرجع نرسم من راس القوه اللي رسمناها تو سكيل خط يوازي الاو اي الى ان يتقاطع مع البي، ونرسم من راس القوه سي خط يوازي الاو بي الى ان يتقاطع مع الاي، فصار عندنا متوازي اضلاع بس مرسوم تو سكيل. نرجع نقيس او اي ايش قد طوله، لنفترض ظهر عندنا 7، نضربها في السكيل راح يساعدنا 70 نيوتن وهذا الاتجاه. لنفترض هنا فرضا قلنا قسناه طلع 3 سنتيم، نضربها في السكيل حيطلع عندنا يعني 30 نيوتن انه هذا المركب، فصار هذا هاي الطريقه. لكن هاي الطريقه تعتمد على السكيل، واحد يستخدم سكيل عالي واحد يستخدم سكيل قليل، فراح تطلع القيم متباينه. لذلك هاي نعرفها بس ما راح نستخدمها بالميكانيك الهندسي، راح نستخدم القوانين الاخرى. ممكن الطريقه الاخرى، ممكن نرجع الى قانون الساين اللي قلنا عليه قبل شويه. إذا أني أعرف F وأريد المركبات OA وOB، قلنا نكمل رسم متوازي الأضلاع بسكيتش نوت تسكيل، يعني فري هاند نرسم بدينا متوازي الأضلاع نكمله بهذا الشكل، ونبدي نبحث عن الزوايا. نحتاج أن نعرف قيمة الزاوية ألفا، إذا هاي ألفا يعني هنا ألفا، وإذا هاي بيتا يعني هنا بيتا، باعتبار بالتبادل بيتا تساوي بيتا هنا. فإذا تعاملنا مع هذا المثلث، إذا هاي ألفا هاي بيتا، هاي الزاوية اللي هنا ثيتا نقدر نجيبها من مجموع زوايا المثلث تساوي 180، نقدر نعرف القيمة. وبالتالي إذا ردنا نوصل إلى أو أي ايش قد قيمتها، لازم أو أي على ساين الزاوية المقابلة لها. من المقابلة لها؟ الزاوية المقابلة اللي هنا اللي هي بيتا، فتصير أو أي على ساين بيتا تساوي F المعلومة على ساين هاي الزاوية. قلنا هاي ثيتا شمين نجيبها؟ إذا نعرف بيتا ونعرف ألفا، نجيبها من 180 ناقص ألفا ناقص بيتا، راح تطلع لنا قيمة الزاوية ثيتا. إذا بهذا الأسلوب، إذا هذا معلوم قدرت أوصل لها. نفس العملية أعيدها، إذا أريد هاي، هاي هي نفسها هاي اللي هنا القوة، فإذا اللي هي OB هي نفس هاي راح تكون، من تقابل؟ OB راح تقابل ساين ألفا، على ساين ألفا تساوي أيضاً F على هاي الزاوية، فبالنتيجة راح نقدر نوصل إلى قيمة المركبة الثانية، هذا نسميه قانون الساين. أما الأسلوب الثالث، لا، ممكن نرجع إلى ما قلنا، نحلل القوة الأصلية والمركبات إلى مركباتهم المتعامدة. نحلل القوة الأصلية، resolve the force، ونحلل القوة الأصلية into rectangular components إلى مركبات المتعامدة، and equate each of the rectangular components، ونساوي كل مركبات of the force to the sum of the rectangular component of OA and OB. يعني نحلل القوة F إلى مركبات F، تعمل في الربع الأول إذا تحلل إلى Fx و Fy، ونرجع إلى OA لا تحلل لأنها منطبقة على إحداث X، لها مركبة باتجاه X وليس لها مركبة باتجاه Y. أما OB تحلل لأنها بربع الأول ما إله، إذن تحلل إلى مركبة باتجاه X اللي هي OB باتجاه X وOB بالاتجاه Y. وبالتالي ورا ما حللنا سوي معادلات آنية. شو نقصد بالمعادلات آنية؟ نقصد المركبة الأصلية اللي هي Fx باتجاه X، وهذا جمع جبري مع الأخذ بنظر الاعتبار الإشارة،
المركبة الأصلية باتجاه الإكس تساوي مجموع المركبات باتجاه الإكس، والمركبة الأصلية باتجاه الواي تساوي مجموع المركبات باتجاه واي. نحل المعادلات آنيا وتطلع لنا قيمة المركبات اللي نريدها بالسؤال، وهذا هو تطبيق على ما قلنا. راح ناخذ هذا المثال اللي هو يشبه الشكل اللي قبل شوية، بس مكان ما ألفة وبيتة هسه صار عندنا زوايا. هذا الشكل اللي أمامنا، أولا مطلوب من عندنا أن نحلل القوة 100 resolve the meter newton force along OA and OB. يريد نحلل هاي القوة 100 الميتر نيوتن هذا اللي هي OC إلى مركبتين، واحدة تعمل على اللاين OA وأخرى تعمل على اللاين OB. اللي على اللاين OA راح نسميها P لسهولة التعامل وياه، واللي على اللاين OB نسميها Q. حتى نحللها نباوع الزاوية اللي بين المركبات. ايش قد بين المركبات؟ بين P و Q 30 و 40 70، أقل من 90، مو 90. لقلنا إذا أقل من 90 أو أكثر من 90 تحليل غير متعامد. فإذا صار قدامنا هذا التحليل غير متعامد، فراح نستخدم قانون الساين. شو نسوي؟ نكمل رسم متوازي الأضلاع، يعني من رأس القوة نرسم لاين موازي إلى الـ OA إلى أن يتقاطع مع الـ B، ومن رأس القوة C نرسم لاين موازي إلى حتى يتقاطع مع الـ A، فصار عندنا متوازي الأضلاع. نتعامل مع هذا المثلث. هسه هاي الزاوية 40 هي نفس هاي الزاوية 40 هنا، فصار عندنا 30 و40. اذا الزاويه ثيتا اللي هنا راح تكون هي عباره عن 180 ناقصا 70 راح يصير عندنا 110. اذا قيمه هاي الزاويه راح تكون 110. فاذا عرفنا الزوايا راح نرجع نطبق القانون. هسه هاي 100 على 110 شو تساوي لنا؟ بي على 40. فراح نبدي نحسب قيمه البي، فراح تطلع لنا قيمه البي 68.4 نيوتن. وين اتجاهها؟ طبعا هاي اتجاه البي هو باتجاه الاكس، اذا باتجاه الاكس خليه سهم. وين حللنا؟ حللنا عند النقطة O. إذا رجعنا للكيو راح نشوف الكيو، قلنا هاي هي نفس هاي الكيو، فإذا الكيو شو تقابل؟ قابل 30. فإذا الكيو على ساين 30 تساوي F اللي هي 100 على ساين 110. إذا حاصل ضرب الوسطين بالطرفين راح تطلع عندنا القوة Q. بس وين اتجاه الكيو؟ بالربع الأول، وتميل بزاوية مقدارها شقد على الأفق؟ بزاوية مقدارها 70. فهذا هو السهم مالته، تميل بزاوية مقدارها 70. وين حللنا؟ حللنا عند النقطة، صار مقدار واتجاه ونقطة تفت. هذا إذا حلينا بالطريقة الأولى هي طريقة الساين. فممكن إذا ما محدد لنا راح نحل بطريقة الساين، أو ممكن حتى نفهم نرجع للتحليل المتعامد. ممكن نحل بطريقة التحليل المتعامد شوية أطول، لكن هو هذا الشائع استخدامه، إنه هاي القوة الأصلية نحلل إلى مركبات. هو 100 وين تعمل؟ تعمل بالربع الأول. إذا تحلل إلى Fx وFy حتى نوصل إلى Fx، بما أنه عندنا القوة 100 تميل بزاوية 30، إذا الx تأخذ كوساين الـ 30، فإذا 100 كوساين 30 تعطينا 68.6 مركبة بهذا الاتجاه، يعني بربع الأول x إلى موجبة وy إلى موجبة ثروها. وإذا رحنا للy، y بعيد عن الزاوية راح تأخذ 100 ساين 30 لأن حصير مقابل. إذا 100 ساين 30 فتعطينا 50 نيوتن ثرو. حللنا القوة الأصلية. نوب نرجع نحلل القوة كيو اكس. كيو أيضا كيو ما إله بالربع الأول، تحلل إلى مركبتين. كيو اكس إيش قد يشكل الكيو مع الأفق؟ زاوية مقدارها 70. إذا الإكس تاخذ الكوساين والواي تاخذ الساين. فإذا الإكس راح تكون بالنسبة إلها الإكس هي كيو كوساين 70 بهذا الاتجاه، والكيو واي اللي هي كيو ساين 70. هذا بالنسبة. أما بي، بي منطبقة على الإحداثي إكس، يعني ليس لها مركبة، مو مائلة، منطبقة على الإحداثي إكس، إذا لها مركبة بالاتجاه إكس. بي إكس هي نفسها بي بس ليس لها مركبة بالاتجاه واي. وبالتالي ولا ما كملنا تحليل القوة ثلاثتين، قلنا القوة الأصلية باتجاه الإكس تساوي مجموع المركبات باتجاه الإكس، هاي وهاي. فإذا إذا رحنا إلى الواي لأن هي أسهل، أف واي قوة الأصلية باتجاه الواي تساوي المركبات بالاتجاه واي، ما عندنا بس كيو واي، وكيو واي قيمة تشقيت FY تساوي QY، وقيمة QY هي عبارة عن Q ساين 70، واثنيناتهم بنفس الاتجاه الموجب، باعتبار P ما إلى مركبة باتجاه الـ Y، فإذا راح يكون المجهول منه هو Q، حسبناه راح تطلع عندنا 70 ما إلى بهذا الشكل. والمعادلة الثانية FX تساوي QX زائد PX، لأن اثنيناتهم كلهم دي يتحركون باتجاه X الموجب، فقيمة QX هي Q كوساين 70، وقيمة الـ PX هي P. احنا قبل شوية عرفنا قيمة QX، نعوض راح يكون المجهول هو P، راح نحسب قيمة P اللي أيضا موجبة باتجاه الـ X وتعمل عند النقطة O. هسه ندخل ب
التمارين الخاصه بالكتاب. طبعا احنا كتابنا المنهجي بالمناسبه راح ينزل لكم الكتاب ان شاء الله، راح ننزل لكم المصادر الخاصه بهذا الكتاب ثلاثه عندنا نعتمدها بشكل اساسي، ونعتمد بشكل الاساسي المين ريفرنس راح يكون هو الانجينيرنج ميكانيكس باي هيجدن، المؤلف مالته هيجدن، وراح نحول لكم نسخه الكترونيه راح تشوفون بها المسائل. فقسم من عده راح نحله بالمحاضرات، والقسم الاخر راح تطالبون بي انت تحلوه باعتباره هوم ورك. راح نشوف، راح ناخذ المثال الاول. المثال الاول من امثله الكتاب المنهجي مالتنا بروبلمز بيج 11، السؤال الاول يقول determine a pair، حدد زوج of horizontal and vertical components من المركبات الافقيه والعموديه for the force in figure below، يعني للقوه هاي القوه ال 340 يقول لنا حللها الى مركب، منطينا بس هذا ما منطينا لا هاي ولا هاي، منطينا هاي القوه وهذا الشكل اللي امامنا، ما وجد هاي المركبات، هاي بالحل احنا استنتجناها، فقط هاي القوه، قال لنا هاي القوه حللها الى مركبات متعامده. طبعا القوه اتجاهها يشير الى الربع الاول، موجوده عند النقطه اي، فممكن اذا ما دام بالربع الاول اذا راح تكون اللي باتجاه الافقي موجبه، واللي باتجاه الواي ايضا راح تكون موجبه، لانه قايل لنا هوريزنتال هاي الهوريزنتال اللي باتجاه الاكس، وفيرتيكال هاي الفيرتيكال اللي باتجاه الواي، فاذا لانها بالربع الاول راح تكون اكس موجبه وواي موجبه. هسه ايش معطينا مثلث الميل؟ ما معطينا الزاويه مثلث الميل. هاي الزاويه مثلث الميل هنا هي نفس هاي الزاويه اللي هنا، هاي الزاويه اللي بين الثمانية والوتر هي هنا. طبعا معطينا 15 و8، 15 تربيع زائد 8 تربيع تحت الجذر راح يطلع لنا الوتر هنا بهذا المكان 17، هذا المثلث راح يطلع لنا الوتر 17. فاذا اردنا نحسب اف اتش هي عباره عن القوه الاصليه حسب اللي اخذناه قبل شويه، في كوساين هاي الزاوية، كوساين هاي الزاوية المجاور اللي هو 8 على الوتر اللي هو 17، فصار عندنا 340 في 8 على 17 اللي هو كوساين الزاوية، اعطانا قوة 160. وين اتجاهها؟ اتجاه اليمين تو ذا رايت، وين حللنا؟ حللنا عند النقطة أي. وهكذا بالنسبة للفيرتيكال إذا ريتها، راح نشوف إنه الفيرتيكال راح اللي هي بهذا الفيرتيكال راح تاخذ ساين لأنه مقابل راح يصير، فإذا راح تكون هي عبارة عن 340 ساين هاي الزاويه اللي اشرناها هو المقابل ل 15 على 17، 15 على 17 يعطينا 300 واتجاه ابورد لانجل العرض الاول ثرو اي. سؤال الاثنين واحد اثنين هو هوم ورك، هذا اتش دبليو يعني هوم ورك، مطلوب عندكم ان تحللوه وتقدموه تحلوه وتقدموه بالكلاس روم للتدريسين. اما السؤال الثالث اللي هو واحد ثلاثه، مطلوب من عندنا ان نحلل القوه هاي اللي امامنا 100 الى مركباتها ايضا الافقيه والعموديه. بس ايش معطينا هاي الزاويه ثيتا اللي هي محصوره بين هذا الخط والقوه، هاي الزاويه ثيتا معطينا قيمها متغيره، مره معطينا اياها 22، مره معطينا اياها 102.3. فما دام 122 ما دام 22 اول مره بعتها بالربع الرابع، لان هذا الاتجاه يشير الى الربع الرابع، يعني بعتها بالربع الرابع، بينما اذا اخذنا 132 معناه تحركت عبره ال 90 وصارت بالربع الاول. وكانه تحركت بهالاتجاه وكانه تحركت بهالاتجاه، اذا طرحنا من عده 90 وكانه الزاويه اللي شكلها مع الاكس اكسس بعد ما تحور بالاول تصير 42 درجه. فراح نشوف الحل، ممكن نحل اولا حتى نجي للقوه الاولى لما الزاويه 22، فاذا معناه راح تحلل الى اكس الموجب اللي يعني ربع الرابع اكس موجب وواي السالب، يعني اللي هو الفيرتيكال راح يكون باتجاه السالب. فمن نجي الى اف اتش راح تكون 100، لان هاي الزاويه من راح ياخذ المجاور للزاويه هو الواي، اذا الواي راح ياخذ الكوساين بينما الاكس راح ياخذ الساين، فاذا الاف اتش راح تاخذ الساين 100 ساين ثيتا 100 ساين 22، راح تطلع عندنا قوه قد مقدارها، والسهم قلنا اليوم بربع الرابع اكس راح تكون موجبه الاتجاه وثروعي. اما الفيرتيكال راح تكون 100 كوساين لان هي المجاوره للزاويه، المجاور قلنا ياخذ كوساين، فاذا 100 كوساين ثيتا فراح تطلع عندنا 92، بس وين اتجاهها؟ الربع الرابع الواي راح تكون باتجاه الاسفل، لذلك اعطيناها ساين باتجاه الاسفل ثرو اي. اما اذا اخذنا الزاويه واحده من الاثنين، لو نعتبر نفسنا ما منتبهين كل زين نتعامل وياها على اساس انه الزاويه 132 ونشتغل، احنا نعرف ايضا اذا قلنا 132 اذا تحركت 132 راح الزاويه نقيسها نسبه الى الواي، فيصير من المجاور يصير المجاور هو الواي، فاذا اف فيرتيكال راح ناخذ 100 كوساين 132. احنا نعرف الكوساين بالربع الثاني يكون سالب، بس الساين بالربع الثاني الكوساين لما الزاويه 132 بالربع والساين راح يكون موجب،
فاذا بالنتيجه من راح نحل لي راح نشوف 100 ساين 132 راح تعطينا اكس موجبه وكانه تحركت بالربع الاول تحركت بالربع الاول. اما اذا اخذنا الفيرتيكال 100 كوسين 132 راح يقول لنا هذا الاتجاه اللي هو باتجاه الاسفل مو صحيح، راح يطلع لنا بالسالب، راح تطلع لنا الاشاره السالبه، يعني معناه واي السالب مو صحيح، راح ترى ترجع باتجاه الاعلى، فراح تصير 66.91 باتجاه الاعلى، اذا ودانا الى الربع الاول. هاي الاتجاهات تشير الى ان القوه تعمل لما تصير زاويه 132 نسبه الى هذا الاحداثي، يعني وكانها تحولت بالربع الاول. هذا السؤال الثالث. اذا جينا الى السؤال الرابع اللي هو مطلوب من عندنا ان نحلل هاي القوه 500 الى resolve the 500 نيوتن فورس into two components، وحده parallel to AB، وحده parallel or منطبقه، يعني ممكن along or parallel as the same. ليش؟ انها تمتلك نفس الميل، الموازيه او المنطبقه parallel or along يعني معناها تمتلك نفس الميل، والاخرى شيرين من عندنا بها and perpendicular to AB and perpendicular to it، والاخرى يكون عموديه. وين نحلل؟ طبعا هاي القوه 500 وين خط تاثيرها ماشي؟ يتقاطعوا مع اللاين عند النقطه سي، فمعناها ممكن نحلل الى قوه باتجاه الاي بي واخرى عموديه عليها اللي هي عموديه بهالشكل. طبعا القوه العموديه تعرفون انتم ميل القوه العموديه على سطح تمتلك ميل عكس ميل السطح اللي تعمل عليه. فاذا بالنتيجه هذا الشكل عند النقطه سي راح خط تاثير القوه راح يستمر، لان من خصائص التحليل يجب ان تكون القوة الأصلية بين مركباته. فإذا القوة وكأنه مستمرة، خط تأثيرها مستمر بهذا الشكل عند النقطة، هاي نقطة C بهذا المكان، وهذا هو اللاين AB. فوحدة على اللاين AB بهالشكل، والأخرى عمودية عليها بهالشكل. هسه ليش ما رحنا بهالاتجاه؟ لأنه معناه القوة راح تصير خارج مركبات، هاي القوة الأصلية خارج مركبات، إذا هاي وهاي راح تصير خارج مركبات. ليش ما أخذنا هاي القوة هنا؟ أيضا راح تصير القوة خارج مركبات، لأن خط تأثير القوة عمودي. فإذا راح ناخذ هاي وهاي. إذا سمينا المركبات P وN صار نوع التحليل وحدة موازية وحدة عمودية، يعني معنى التحليل متعامد، يعني معنى التحليل متعامد، فوحدة لازم نحدد زاوية حتى نعرف من هي تأخذ الكوساين ومنه تأخذ الساين من ذول المركبات. إذا جينا لهذا المثلث، هاي الزاوية اللي بين الأربعة والمحور المائل هي نفس هاي الزاوية اللي هنا، فإذا معناه P تأخذ كوساين هاي الزاوية اللي صارت P المجاورة وN تأخذ ساين الزاوية. إذا ردنا نوصل إلى المركبات راح نقول P تساوي 500 هاي الزاوية المجاور 4 على 5 في 4 على 5 طلعت 400 نيوتن واتجاهها باتجاه هذا اللاين AB اللي هو 4 إلى 3 وين حللنا عند النقطة C باعتبار أن النقطة C بهذا المكان. أما إذا ردنا نوصل إلى N صارت N بعيدة عن الزاوية مو المجاورة، قلنا المجاور ياخذ لهاي الزاوية، فإذا N راح تساوي 500 في 3 على 5 لأنه يعني تاخذ المقابل على الوتر، فإذا تعطينا 300 بس وين اتجاهها؟ بهذا الشكل. شوف هنا 4 إلى 3 الميل، هنا 3 إلى 4 لأنه ميل القوة العمودية عكس ميل السطح اللي تعمل عليه، فإذا يعكس الميل بهذا المكان. هذا فيما يخص المثال. أما إذا رحنا لنفس المثال السابق، شوف نفس المثال السابق مال الأربعة، شو يقول لنا؟ يقول لنا ريسولف ذا 500 نيوتن هاي الفورس نفس اللي شفناه قبل شوية، يقول حللها انتو تو كومبوننتس One along AB، قلنا along or parallel is the same، يعني along AB is the same. And the other، والأخرى يريدها أفقية، أفقية يعني باتجاه X، بس ما ندري X الموجب أم X السالب. إذا أخذنا X الموجب راح تصير المركبة بهذا الاتجاه، ما راح تصير القوة بين المركبات. ما راح تصير القوة بين المركبات إذا أخذناها هيك. وإذا أخذنا هذا بهالاتجاه أيضاً راح تصير، ما راح تصير القوة بين المركبات. إذا باعتبار القوة بالاتجاه العمودي، فإذا لازم يكون X الأفقي بهذا الاتجاه و أي الـ L اللي هو باتجاه الـ AB بهذا الشكل. فطبعا الزاوية بين هذول راح نشوف الزاوية أكبر من ايش قد؟ زاوية بين المركبات أكبر من 90 لأن العمود والأفقي 90، هسه صار أكبر من 90، إذا التحليل غير متعامد. عندنا أمامنا خيارين، لو نحلل المركبات يعني المتعامدة، لو نستخدم طريقة الساين، راح نستخدم طريقة الساين. حتى نستخدم طريقة الساين لازم نبحث عن الزوايا. هاي الزاوية المحصورة بين الأربعة والخط المائي هي نفس هاي الزاوية، زاويتان على نفس الخط، يعني بيته هي نفس هاي الزاوية، وهاي الزاوية المحصورة بين ثلاثة وهذا الخط هي نفس الزاوية ثلاثة، وهذولي بين الأفقي والعمودي اللي هي هاي 90، إذا هذا بالتبادل راح تساوي 90، فصار هذا المثلث زواياه
معلومة نقدر نطبق قانون السان. فإذا أردنا نطبق قانون السان راح نرجع L يا زاوية تقابلها L تقابلها 90، فإذا L على ساين 90 تساوي منه تساوي 500 المعلومة على يا زاوية تقابلها قابلها الثيتا على ساين ثيتا. ساين ثيتا منين نجيبه؟ ساين ثيتا المقابل ما هاي الزاوية إحنا قلنا اللي هو المقابل على الوتر يعني 3 على 5. فإذا بالنتيجة فإذا بالنتيجة على ساين على ساين ثيتا سوري ساين ثيتا هو الأربعة على خمسة، لأن إحنا قلنا هاي الثيتا فإذا أربعة على خمسة، فبالنتيجة راح نعوض عن الساين ثيتا بأربعة على خمسة وساين تسعين مثل ما تعرفون واحد، وبالنتيجة حاصل ضرب الوسطين بالطرفين راح يعطينا قيمة ال اللي هي 625 وين اتجاهها؟ باتجاه اللاين AB، إذا تمتلك نفس المواصفات نفس الميل مال AB اللي هو 4 على 3. وين حللنا؟ حللنا بهاي النقطة اللي هي نقطة C، فصار مقدار واتجاه ونقطة تأثير. شلون نوصل إلى ال H؟ H قلنا هي هاي ال H هي نفس هاي كل ضلعين في متوازي الأضلاع هي نفس هاي، هسه هاي ال H تقابل منه؟ تقابل ساين بيتا، فإذا ال H على ساين بيتا يساوي 500 على ساين ثيتا. ساين بيتا منين نجيبه؟ ساين بيتا قلنا بيتا هي هاي، ساين بيتا هو 3 على 5 يعني المقابل، فإذا 3 على 5 إذا راح يصير عندنا H على 3 على 5 يساوي 500 على 4 على 5، أيضا حاصل ضرب وسطين بالطرفين راح يعطينا 375، بس وين اتجاهها؟ باتجاه القوة هاي رايحة باتجاه أكس السالب، فإذا لازم نخليها ساين باتجاه السالب وحللنا ثروسي. سؤال لكم هنا، سؤال هل ممكن أن تكون إحدى المركبات أكبر من القوة الأصلية وليش؟ مطلوب من عندكم الجواب من خلال الكلاس روم، هل ممكن أن تكون إحدى المركبات أكبر من القوة الأصلية ومتى وليش؟ متى وليش؟ نروح إلى سؤال 6. سؤال 6 مطينا الشكل التالي، مطينا هذا الشكل، هو السؤال هذا الشكل اللي أمامه، إيش قايل لنا؟ قايل لنا هاي القوة F المجهولة المقدار لكن لها ميل كنسبة 3 إلى 2. قايل لنا اعطونا الاتجاه بالربع الاول، يعني معناه اكس موجبه وواي موجبه، بس ايش منطينا هنا؟ قايل لنا اف ذا هوريزونتال كومبوننت اوف اف، يعني من المقصود بها؟ مقصود بها المركبه باتجاه اكس اللي هي ماره من او باتجاه الاكس. اف اللي هي مركبه باتجاه الاكس الافقيه ايش قيمتها؟ 60. وين اتجاهها؟ طبعا اتجاهها يكون موجب تو ذا رايت، واذا حللنا عند النقطه او قيمتها 60 نيوتن. شو يريد من عندنا؟ إذا عندنا ايش قد قيمة هاي الاف وايش قد المركبة بالاتجاه واي مالها؟ ايش قد المركبة بالاتجاه الواي وايش قد؟ طبعا احنا اذا عدنا اف اكس معلومة، اف اكس شو يساوي اذا تعاملنا ويا هاي الزاوية المحصورة بين الاثنين؟ اذا 3 تربيع زاد 2 تربيع تحت الجذر راح يطلع لنا هذا جذر 13، الوتر وتر جذر 13. فاذا تعاملنا مع هاي الزاوية نفس هاي الزاوية راح تكون اكس هي اللي تاخذ كوساين هاي الزاوية، فاذا بالنتيجة راح تكون اف اكس هي عبارة عن F في كوساين ثيتا نقصد بها هاي الثيتا اللي هنا اللي هي قلنا هي نفس هاي، فإذا بالنتيجة راح تكون FX معلومة 60 من المجهول هو F، نحسب قيمة الـ F اللي هي هاي قوة بالاتجاه وميلها مثل ما تلاحظون 3 إلى 2 وتعمل through the origin. فمن عرفنا F نقدر نحسب FY، FY شو تساوي؟ F في ساين ثيتا إذا تعاملنا بها، F في ساين ثيتا، ساين ثيتا منين نجيبه؟ اللي هو 3 على جذر 13، راح نحسب قيمة ونقدر نوصل إلى قيمة المركب بالاتجاه. طبعا راح يجيكم سؤال 7 و8 و9 أيضا هي عبارة عن هوم وورك تحاولون تجربوها وتقدموها من خلال الكلاس روم. سؤال 10، سؤال 10 مطينا قوة قيمتها 170 نيوتن، هاي القوة قيمتها 170 نيوتن مائلة لها ميل كنسبة 8 إلى 15، طبعا هذا الميل هاي القوة تشير إلى أي ربع؟ تشير إلى الربع الرابع. مطلوب من عندنا ان نحللها انتو تو كومبوننتس الى مركبتين، واحده تعمل على اللاين اي بي واخرى تعمل على اللاين بارالل تو سي دي اور الونج سي دي، والاخرى تعمل على اللاين سي دي او بارالل سي دي. اول خطوه لازم ننتبه، اولا هاي القوه بين المركبات ماكو مشكله بين المركبات حاليا، هاي مركبه وهاي مركبه، فاذا السهم راح يكون لهي المركبه الاتجاه وهذا راح يكون بالاتجاه، لان القوه 170 صايره بين المركبات. واحد. اثنين لازم ننتبه نعرف هل التحليل متعامد لو غير متعامد باعتبار هاي مركبه وهاي مركبه. شوف الميل، هذا الميل 3 الى 4 بينما هذا الميل 12 الى 5. لو الميل 3 الى 4 وهنا 4 الى 3 كان قلنا التحليل متعامد ما عندنا مشكله. بس حاليا التحليل غير متعامد لان هذا ميل الشكل وهذا ميل الشكل اخر، فاذا التحليل غير متعامد.
إذا التحليل غير متعامد، أول خطوة نسويها بعد ما عرفناه لازم نجمع المركبات ونخليهم على نقطة واقع على خط تأثير القوة، ونكمل رسم متوازي الأضلاع. يعني نروح إلى الشكل التالي، ها هي المركبة OP اللي هي كانت AB وهذا هو CD، نجيبهم ونخليهم كلهم والمحصلة الأصلية ينطبقون بنقطة واقع على خط تأثير القوة، فصار هذا معلوم وهذا معلوم مع المحافظة على الميل، ونكمل رسم متوازي الأضلاع، نكمل رسم متوازي الأضلاع، ونبحث عن الزوايا، ونتعامل مع هذا المثلث ونبحث عن الزوايا. هسه هاي الزاوية اللي هنا، هاي الزاوية اللي هنا إذا سميناها ألفا راح تنقسم إلى قسمين، يعني ألفا اللي هنا جاية منين؟ جاية من هاي الزاوية اللي هنا زائدا هاي الزاوية اللي هنا، لازم نجمعهم اثنيناتهم، هاي الزاوية زائد هاي الزاوية يلا تعطينا قيمة الزاوية ألفا. بينما إذا رحنا إلى هاي الزاوية اللي هنا ثيتا، ثيتا تساوي ثيتا اللي هنا بالتبادل، هاي الزاوية هي نفس هاي الزاوية ثيتا، بس نريد نعرف قيمتها شلون نجيبها؟ نجيبها من مثلث الميل من هاي الزاوية وهاي الزاوية، بس شلون نجيبها؟ من فرق نحسب هاي القيمة اللي هي ثيتا 1 ناقصا ثيتا 2 تعطينا قيمة الزاوية ثيتا. فإذا عرفنا ألفا وعرفنا ثيتا، هاي الزاوية اللي هنا بيتا نجيبها منين؟ من مجموع زوايا المثلث تساوي 180، 180 ناقص هاي ناقص هاي راح تعطينا قيمة الزاوية. فإذا عرفنا الزوايا نقدر نحل، هذا اللي راح نستخدمه لحل السؤال. فراح تشوفون أول خطوة سويناها حسبنا ثيتا اللي قلنا هي عبارة عن تان انفيرس، الزاوية الكبيرة تان انفيرس، هذا في كل اللي نستخدمه مطلوب عندكم أن تفهموه من خلال الرياضيات، لكن احنا عادة نستخدم الحاسبة، اكو بالحاسبة تان اكو تان انفيرس، ندوس تان انفيرس اللي هو المقابل على المجاور راح يطلع لنا قيمة الزاوية، وهكذا نطبق القانون فراح تطلع لنا قيمة الزاوية ثيتا اللي هي قلنا جاية من الفرق، بينما ألفا اللي هي جاية من حاصل الجمع، فراح تطلع لنا قيم الزوايا. فنطبق القانون ورا هاي راح نرجع نقول اف من تقابلها؟ اف تقابلها بيتا، اللي منين جبناها؟ من مجموع اللي 180 ناقصا ثيتا ناقصا ناقصا ألفا. فإذا نشوف 180 ناقصا ثيتا ناقصا ألفا ناقصا ألفا ناقصا ثيتا اعطتنا هاي الزاوية، شو تساوي لنا؟ تساوي لنا بي. من اللي قابل البي؟ اللي قابل ثيتا على ساين ثيتا اللي هي قلنا ثيتا تساوي 39.3. فإذا من المجهول بي راح نحسب قيمة البي، راح تعطينا قوة بهذا الشكل ميله، طبعا هو ميل هذا السهم كنسبة 3 إلى 4. وين حللنا؟ حللنا ثرو ذا أوريجن. ونعيد القانون، قلنا كل ضلعين يعني هاي هي نفسها هاي نفسها هاي، وبالتالي أيضا 170 على ساين الزاوية 75.8 اللي جاي من 180 ناقصا، فش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا كيو اللي هي هاي على ساين منو؟ ساين ألفا، فراح تكون قيمة الكيو هي المجهول حاصل ضرب الوسطين بالطرفين، راح تطلع لنا ميلها هو نفس ميل هذا المثلث اللي هو 12 إلى 5. هذا إذا حلينا بطريقة الساين. إذا أردنا نحل بطريقة الرجوع إلى المركبات المتعامدة، صح إن شفنا الزاوية تختلف عن 90، فش راح نسوي؟ راح نخلي هذا الأوريجين ونرسم إحداث نسميه X واحد آخر نسميه Y، ونرجع هذا راح ما راح نشوفه بهذا السؤال. إيش سوينا؟ خلينا هذا X وهذا Y، وراح نجي نباوع كل واحدة من ذول القوة الأصلية ضمن يا ربع ضمن الربع الرابع، إذا تحلل إلى X الموجبة و Y السالبة. P ضمن ربع الأول تحلل إلى X الموجبة و Y الموجبة. Q بالربع الرابع تحلل إلى QX الموجبة و QY السالبة. اللي سويناه حللنا FX، حللنا FX، فشلون نلقى FX؟ هاي الزاوية اللي هنا هي نفس هاي الزاوية اللي هنا، إذا الإكس ياخذ كوساين هاي الزاوية اللي هو 15 على 17، بينما الواي ياخذ راح يصير بعيد على هاي الزاوية راح ياخذ 8 على 17، فصار عندنا والتحليل طبعا كلهم حللناهم ضمن الأوريجن، كل التحليل ضمن الأوريجن. إذا رحنا للبي قلنا يعني بالربع الأول، إذا إكس إلى موجبة راح تكون في 4 على 5، واي راح تكون في 3 على 5، طلع التحليل مال بي. إذا رحنا للكيو ضمن الربع الرابع راح تكون هاي الزاوية راح نتعامل مع هاي الزاوية اللي هي بين 12، فإذا الواي راح ياخذ الكوساين، فإذا الواي راح يكون في 12 على 13، بينما الاكس راح ياخذ الساين اللي هو في 5 على 13. ورا ما كملناهم قلنا القوة الأصلية باتجاه الاكس وهذا جمع جبري، كل شيء باتجاه اكس الموجب نطيله موجب، كل شيء باتجاه واي الموجب نطيله موجب، وعكسه نطيله إشارة سالب. فمن نحكي على اكس الموجب كلهم مركباتهم موجب، اف اكس القوة الأصلية تساوي بي اكس زائد كيو اكس، طبعا هاي 150 طبقها بهم هذا اللي بيها مجهولة. بس من نروح للواي، واي مال اف راح تكون سالبه لذلك اعطيناها اشاره سالبه،
بينما بي واي مال بي راح تكون موجبه وكيو واي راح تكون سالبه، لذلك انا طلع اشاره سالبه. فصار عندنا معادلتين، اذا حليناهم هذول المعادلتين انيا يعني نلقى قيمه بي بدلاله كيو نرجع نعوضها بالمعادله الثانيه. فاذا solving two equations حصلنا على قيمه البي والكيو، هذا هو الاسلوب الثاني للحل. سؤال 11 ايضا مطلوب من عندكم ان تحلوه هوم ورك ضمن مسائل الكتاب. اما السؤال 12 من اسئله يعني الكتاب اللي هو السؤال اللي قدامنا، هاي القوه كل اللي مطينها بالسؤال، هذا الجسم هذا البدي موجود على هذا السطح ثابت ومسلطه عليه هاي القوه اف المجهوله اللي تميل عن هذا الخط الموازي لهذا السطح، الخط الموازي لهذا السطح بزاويه مقدارها 45. قايل لنا من المعلومات اللي مطيناها بهذا السؤال، قايل لنا هاي اف لها مركبه افقيه، هذا احنا استنتجناه من السؤال، لها مركبه افقيه. طبعا هذا الاتجاه يشير الى الربع الاول، فمعناه اكس مالته موجبه، راح تكون الافقيه مالته موجبه. فمن المعلومات اللي مطيناها قايل ان مركبتها الافقيه قيمتها 100، وين تتجه؟ اتجاه اكس الموجب. زين، شو يريد من عندنا؟ يريد من عندنا نحسب ايش قد قيمه المركبة العمودية لهاي القوة لو حللناها تحليل متعامد، واحدة موازية للسطح وواحدة عمودية على السطح، وكأنه مسألتين في مسألة واحدة. هسه نروح ننسى قيمة الـ FB، وكأنه عندنا قوة F مطلوب عندنا نحللها إلى FH، يعني FH من عندنا نحسب قيمة الـ F باعتبار، بس ايش نحتاج؟ نحتاج أن نعرف الزاوية، احنا عندنا 45، قلنا ما دام هذا اللاين موازي لهذا اللاين، اذا هاي الزاويه اللي هنا اللي هي بين 12 وال 13 وين هذا المائل، هي نفس هاي الزاويه اللي بين المنقط والقوه اف اتش. فاذا هاي الزاويه اللي هي شلون نجيبها؟ قلنا من تان انفيرس 5 على 12، فاذا ثيتا نجيبها من تان انفيرس 5 على 12 بتطبيق الحاسبه راح تطلع عندنا قيمه الزاويه. اذا اف تشكل مع الاكس اكس الزاويه مقدارها 45 زائد 22.619، فراح تطلع عندنا قيمه الزاويه هاي المعلومه. هسه اذا عرفناها حتى نوصل الى قيمه الاف شلون نجيبها؟ اف ايش يساوي لنا؟ باعتبار هاي مجاوره للزاويه، اف في كوساين هاي الزاويه راح تطلع لنا قيمه اف. هسه ننسى هذا. هاي الاف مطلوب من عندنا ان نعرف ايش قد قيمه هاي الاف، راح نحللها تحليل متعامد باعتبار هذا وهذا متعامدين، هذا متعامدين، اذا تاخذ ساين ال 45، هاي القوه صارت معلومه، نرجع نحللها من جديد، فراح تصير قيمتها مساويه الى اف في ساين ال 45، راح تطلع عندنا قوه بهذا الاتجاه. طبعا وين ميلها؟ مائله، قلنا القوه العموديه عكس ميل السطح، اذا هذا 5 الى 12 هاي القوه راح تكون ميله كنسبه 12 الى 5، 12 عمودي الى 5 افقي. وين حللنا؟ حللنا ثرو ذا اوريجن. هذا فيما في سؤال 13، كل المسائل اللي موجوده بالكتاب ال 3 دايمنشن يعني اكس واي زد انتم غير مطالبين بها وفق المنهج المحدد لهذا العام وفق نظام المقررات، لذلك كتبنا على هذا يهمل اللي هو سؤال 13 لانه هو ال 3 دايمنشن. اما سؤال 14 هو الشكل التالي اللي هو اعذرونا عن الصوره اللي اخذت من الكتاب، والكتاب غير واضح، ما عندنا نسخه الكترونيه واضحه، هذا فقط اللي مسوي له سكانر والسكانر كلش مو واضح. سيارتين، سياره عاطله وهنا الكرين دي يدفع هاي السياره، بس الكرين اللي موجود على السطح سي بي بي سي اللي يميل بزاويه مقدارها 12 يسلط قوه دفع لهاي السيارة، يسلط قوة دفع لهاي السيارة مقدار هاي القوة بي، يعني والقوة بي وين تعمل؟ باتجاه السي بي، يعني بهذا الشكل. ونتيجة هاي القوة تولدت قوة دفع لهاي السيارة قيمتها 1000 نيوتن. هاي السيارة ميل على هذا المستوي بزاوية مقدارها 23. إذا تولدت قوة مقدارها 1000 نيوتن. يقول بالسؤال إذا ننتبه إلى منطوق السؤال، ذا فورس بي اللي يسلطها الكرين يدفع اللي هي بارلل تو بي سي فورس بي، احدى مركباته قيمتها بي وين؟ الف قيمتها 1000 نيوتن، وين تعمل؟ باتجاه الاي بي اللي هو السياره العاطله باتجاه الاي بي. اذا هاي المر ان ذا اذر، وين الاخرى؟ الاخرى متعامده وياه، اذا نوع التحليل شنو؟ وحده موازيه وحده عموديه، نوع التحليل متعامد ديتيرمن ذا فورس بي. فنروح نلقى على ضوء ذولي نمثله، هاي هي بي اللي سلطها الكرين، وهاي هي القوه، اذا خلينا على امتدادها هنا، وهاي هي القوه الناتجه عن المسلطه على القوه السياره العاطله اللي هي 1000 نيوتن، وطبعا المتعامده راح تكون بهذا الشكل. هسه مع الافق الكرين مع الافق يشكل زاويه 12، والسياره العاطله مع الافق تشكل زاويه مقدارها 23، اذا الزاويه هنا
45. زين هاي كل ضلعين متقابله في المستطيل متساويه، والزوايا مال المستطيل كلهم راح تكونون 90، كل الزوايا 90. فاذا اذا هاي راح تكون 90 وهاي 45، هاي لازم تكون 55. فممكن نحلها بطريقه الساين، ممكن نحلها بطريقه التحليل المتعامد. اذا عرفنا بطريقه التحليل المتعامد، ما دام هاي الزاويه صارت 45، اذا هاي الزاويه اللي هي الف باعتبارها خلينا نسميها، هذا نسميه اكس وهذا نسميه واي، فراح تكون اف اكس هي عباره عن بي مو في كوساين الزاويه 45، اف اكس الف، فاذا راح تكون المجهول هو بي، راح نحسب قيمه بي. او نستخدم قانون ساين بي على ساين 90 تساوي الف على ساين 55، فراح تكون المجهول هو بي، نحسب قيمه البي، وهذا هو موجود بالسؤال. لهنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. طبعا المحاضره الجايه راح تكون خاصه بالمومنت وخاصه بالكابلز اللي تكمل الجزء الاول او الشابتر 1. نلتقيكم ان شاء الله الاسبوع القادم طبعا بالمحاضره. احنا محاضراتنا محدده حسب الجدول، هي السبت من كل اسبوع ضمن توقيت راح نحدده. اللي اترجى ان تكونوا متواصلين ويانا من خلال تقديمكم للهوم وورك بالكلاس روم والتواجد، لانه راح يثبت الحضور والتقييم على ضوء المشاركه بالكلاس روم. شكرا جزيلا لاصائكم. ونحن طبعا بالميكانيك الهندسي اكو مجموعه من التدريسين يسمون جروب الميكانيك الهندسي، مجموعه الميكانيك الهندسي متكونه من مجموعه من التدريسين اللي يمثلهم حاليا المتحدث دكتور فلاح حسن ودكتوره اسماء ودكتور حسين القريشي ودكتور علي صادق ورشق ودكتور بيرق، وايضا ستاف من المساعدين اللي راح يدرسون مناقشه ان شاء الله اذا رجعنا الى الصفوف الحقيقيه. هذول هم الاستاف المسؤولين عن الاجابه، فان شاء الله راح نكون متواصلين وياكم وفق الشعب اللي محدده من قبل مسؤول المرحله الاولى. شكرا لاصغائكم، ونحن على استعداد لاستقبال كل اسئلتكم، لان احنا مسؤولين عن تقديم كل الحلول لماده الميكانيك الهندسي، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.